Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Casa Árabe. Hoy estamos aquí para presentar el libro El Islam y lo común universal del autor Abdallah Boussouf, en el que contamos el principio de su trabajo para poder escribir un libro. Yo vivo en primer lugar, pero ocupada en el director general de la Casa Árabe, y quería presentar a la señora en nombre del director general de la Casa Árabe, ولم يستطع الحضور والسيد عبد الله بوسوف هو الأمين العام لمجلس الجالية المغربية في الخارج وهو عمل كخبير في المفاوضية الأوروبية وكذلك رأس جمعية وقد اختير نائب رئيس المجلس في عام 2005 وكان من مؤسسي مركز الدراسات الإسلامية وهو يعمل منذ سنوات وذلك في مجلس الجاليات المغربية في الخارج وهي مؤسسة عملنا معها من هنا من البيت العربي في السنوات الأخيرة وعن قرب وتعاوننا في مهرجان عقدناه في العام الماضي بمناسبة مرور 10 سنوات وسمناه استعراب وهي مؤسسة نود أن نوثق العلاقة بها لأنها تقوم بمجهودات كبيرة في داخل الاتحاد الأوروبي وذلك لأنها تتعامل مع الجالية المغربية في الخارج والكتاب الذي نقدمه اليوم يحدثنا عن رسالة هامة وهي الرسائل التي توجد في الإسلام حول التسامح والسلام والتواجد المشترك والتعايش وهي رسائل لا نستمع إليها لا في وسائل الإعلام الدولية ولا في الأخبار لأن كل شيء له علاقة يعني مدام ما يتم ربط الإسلام بأمور سلبية لها علاقة بالعنف أو الإرهاب واليوم نحن هنا حتى نحاول مواجهة هذه الصورة النمطية الخاطئة التي تربط بين الإسلام والعنف ويقدمه لنا السيد عبد الله بوسوف وهو يتحدث عن القرآن الكريم وعن السنة وهي الأحاديث النبوية والكلمة لحضرته فليتفضل مشكورا ليحدثنا عن كل هذه الرسائل التي تأتي في هذا الكتاب. هذا الكتاب كتب أولا باللغة العربية ثم ترجم إلى اللغة الفرنسية ومؤخرا ترجم إلى اللغة الإسبانية ودون إسهاب من جانبي يعني أعطي الكلمة للسيد بوسوف حتى يحدثنا عن مضموني هذا الكتاب فليتفضل مشكورا. والسيد عبد الله بوسوف سوف يتحدث باللغة العربية وهناك ترجمة فورية للغة الإسبانية. شكرا للسيدة إلينا كونزاليس. سيداتي وسادتي مساء الخير. يعني في البداية اغتنم هذه الفرصة لشكر البيت العربي لتوجيه هذه الدعوة لتقديم هذا الكتاب للقراء الإسبان. كما يعني أغتنم الفرصة لأشكر السيد محمد الشويدري الذي قام بنقله إلى اللغة الإسبانية أيضا لتمكين القارئ الإسباني من الاطلاع على مضامنه. هذا الكتاب في أصله كان عبارة عن مقالات صحفية بدأت أكتبها في رمضان 2016 بعد الأحداث الإرهابية التي عرفتها مجموعة من البلدان الأوروبية وأيضا البلدان المختلفة عبر العالم من أفغانستان والعراق مرورا بأفريقيا وأمريكا وأيضا فرنسا بالدرجة الأولى يعني أحداث شر الإبدو. هذه المقالات الصحفية كانت مساهمة مني لإغناء النقاش والمساهمة على الأقل في النقاش حول مواضيع كانت تطرح بعد هذه العمليات الإرهابية. هناك من ربط الإسلام بالإرهاب
وهناك من ادعى ممن ينسب نفسه إلى الإسلام أن الإسلام يحث على قتل الآخرين. إذن المقالات في بدايتها كانت محاولة تبيان موقف الإسلام وإظهاره سواء للذين يتهمونه أنه دين الإرهاب أو سواء للذين يستعملونه كمطية أيضا لزرع الفتنة وترويع الآمنين وقتل الأبرياء. إذن مهمة الكتاب مزدوجة، موجهة إلى من يدعي الانتساب إلى الإسلام ويوظف الإسلام من أجل القيام بعمليات إرهابية يذهب ضحيته الأبرياء في كل مكان وعلى رأسهم ضحايا من المسلمين. وبما أنني قدمت على أن أمثل مجلس الجالية، فمغاربة العالم أيضا قد أدوا فاتورة باهظة ضحية هذه العمليات الإرهابية في كل المدن الأوروبية وحتى في المدن الإفريقية، يعني من برشلونة ومن يعني بروكسل وباريس وكندا وأيضا أفريقيا. هذا الكتاب جمعته بعد ذلك نزولا عند رغبة مجموعة من الأصدقاء الذين يعيشون في الغرب ولاحظوا مدى الهوة الفاصلة بين المعلومات المنتشرة حتى بين أوساط الجالية المسلمة ما ورد من مضامين في تلك المقالات، وكذلك الهوة الواسعة بين ما تقدمه وسائل الإعلام للأسف حول الإسلام وجزء من الرأي العام وخاصة يعني الأحزاب العنصرية في أوروبا حول الإسلام. فطلب مني جمعه في كتيب صغير وترجمته إلى اللغة إلى اللغات الأوروبية في كتابة بيداغوجية تختلف ومقاربة بيداغوجية تختلف على الكتابات الموجهة للمتخصصين، لأن ما نعانيه هو انعدام مراجع في متناول خاصة الشباب. فهذا الكتاب موجه في أساسه إلى الشباب والشرائح العريضة من المجتمعات الأوروبية مسلمين أو غير مسلمين، لأن المادة التي يقدمها هي مادة موجودة في الكتب المتخصصة ولكن جمعت بطريقة بيداغوجية خاصة ومسح شامل لتاريخ الإسلام لمدة 14 قرنا ليس من أمر السهل، لأن البحث الأكاديمي يقتضي أن نوسع الضيقة، أن نوسع نقطة صغيرة ونجعل منها موضوعا كبيرا، ولكن أن نجعل من الموضوع الكبير نقطة صغيرة فهذا أمر يصعب جدا، يعني تقديم الخلاصات. الفكرة الأساسية في هذا الكتاب عبر هذا المسح التاريخي نثبت أن الإسلام كدين وحضارة وتاريخ منذ 14 قرنا يعني الأدلة التاريخية الملموسة التي هي موجودة في يعني المصادر والكتب المتخصصة، أن عنصر التسامح أو السماحة لم يغب من تاريخ الإسلام لمدة 14 قرنا، قد عرف تدهورات وقد عرف انحصارات يعني في فترات تاريخية معينة ولكنه لم يغب البتة، بقي حاضر لمدة 14 قرنا. والسؤال إذا كان هذا المبدأ بقي حيا في تاريخ المسلمين ل 14 قرنا، فهل يعقل أن نتهم هذا الدين يعني دين مرتبط بالإرهاب؟ ثانيا أنني قدمت توطئة من خلال مقاربة نصية لهذه المقالات في بدايتها معتمدا عن النصوص القرآنية والأحاديث النبوية والسيرة النبوية التي أسست لهذا المبدأ مبدأ التسامح، فاستخلصت أن الإسلام مشروع حياة وليس مشروع موت،
إن الآية الكريمة تقول من قتل نفس بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولهذا أقول أن الإسلام مشروع حياة وليس مشروع موت، ومن يدعي عكس ذلك فأكيد هو من الكاذبين. أيضا انتقلنا إلى فترات يعني السيرة النبوية، وابتدأنا بوثيقة المدينة المنورة التي أسست وأرصد قواعد العيش المشترك بين اليهود والمسلمين، وسميت في كتب التاريخ بوثيقة المدينة. هذه الوثيقة تنص في آخرها على أن اليهود والمسلمين أمة واحدة، وفي بدايتها على أن للمسلمين دينهم ولليهود دينهم أيضا، بمعنى أن هناك احترام لحرية المعتقد وحرية ممارسة الشعائر الدينية، ولكن في إطار وطن واحد. ولهذا اعتبرها كثير من الباحثين والدارسين أن وثيقة أسست لمفهوم المواطنة الذي نعيشه أيضا اليوم في البلدان الديمقراطية المتقدمة. يعني لا يمكن أن نقوم بعملية إسقاط، ولكن نقول أن كانت هناك يعني تأسيس لهذا المبدأ من العيش المشترك في إطار الاحترام التام للخصوصيات الدينية والانتماءات لكل جماعة، وخاصة فيما يتعلق باليهود والمسلمين. بطبيعة الحال سأعود إلى مضامين هذا الكتاب، لأن المضامين اخترت بعناية باعتبار أنها تجيب على مجموعة من الأسئلة المطروحة، سواء على الأسئلة التي تتعلق بعلاقة المسلمين بغيرهم، تتعلق بأماكن يعني عبادة غير المسلمين، تتعلق بتولية الوظائف والمهام الرسمية يعني في بلاد المسلمين، تتعلق بقضية الحوار، حوار الأديان أو حوار مع الأديان أو الحوار بين الثقافات، تتعلق بقضية المرأة أيضا. إذن مجموعة من الأسئلة التي يدور حولها النقاش اليوم في الغرب وفي البلدان الإسلامية حاولت أن يعني أجيب عنها من خلال ما هو موجود في كتب التاريخ. لأن ما يقع اليوم أو ما نعيشه يعني في مجتمعاتنا بصفة عامة في إسبانيا أو في بلدان أخرى بعد هذه الأحداث الإرهابية منذ 3 سنوات، أننا نعرف يعني تشنجات هوياتية خطيرة. نعرف نمو اليمين المتطرف في مجموعة من البلدان الأوروبية، نعرف نمو الإسلاموفوبية، نعرف نمو العنصرية، كما نعرف نمو التطرف والراديكالية والإرهاب. إذن هناك يعني نقول يعني مجموعات على طرفي نقيض، بدون أن ندخل في تبرير يعني لهذا من أجل ذلك، لأن كل يتحمل مسؤوليته، ولكن عملها يصب في مصب واحد وهو الكراهية والحقد ونبذ الآخر ورفضه ومحاولة استئصاله، لسواء كان هذا أو ذاك. إذن هذا ما نعيشه الآن في هذه المجتمعات، وما يعيشه الإسلام في يعني المجتمعات الغربية، ولذلك لأسباب واعتبارات عدة. ربما أختصر لأقول أن الإسلام عندما وصل إلى الغرب يعني بعد الحرب العالمية الثانية، لأنه لم يكن موجودا في أوروبا ما عدا في المستعمرات مثل الجزائر بالنسبة لفرنسا أو إندونيسيا بالنسبة لهولندا أو بعض المستعمرات الإفريقية بالنسبة لمجموعة من البلدان، ولكنه كدين لم يكن موجود يعني فوق التراب الأوروبي، بمعنى أن كل التشريعات الأوروبية التي تحدثت انطلاقا من قانون الفصل بين الدين بين الكنيسة والدولة يعني في فرنسا 1905 أو مجموعة من الدول عبر تشريعاتها لم تأخذ بعين الاعتبار هذا الإسلام، لأنه لم يكن موجود. فبطبيعة الحال بعد توافده على هذه البلدان
كانت هناك صعوبه لاستقبال هذا القادم او الوافد الجديد، كانت هناك صعوبه ايضا من اجل ان تستوعبه هذه التشريعات الاوروبيه. على الرغم من انه من الناحيه المبدئيه ليس هناك تعارض تام بين ما هو مطروح ضمن التشريعات الأوروبية وضمن المبادئ الكبرى التي تعيش بها المجتمعات الأوروبية وبين الإسلام كدين، لأن ليس هناك تعارض أصلا. والتشريعات الأوروبية عبر دساتير الدول الأوروبية كلها تضمن حرية الممارسة الدينية، ولكن ما عندما نطلع على واقع المسلمين نجد أن هناك هوة شاسعة بين ما هو مضمون في إطار الدساتير وفي إطار الحقوق وفي إطار المبادئ العامة وما تعيشه حقيقة الجاليات المسلمة. أن هناك هوة شاسعة لا على مستوى بناء المساجد ولا على مستوى الحقوق ولا على مستوى تدريس الإسلام في مجموعة من الدول التي تسمع تشريعاتها بتدريس الإسلام، وعلى مستوى الاعترافات يعني في مجموعة من الدول التي تعترف، لأن كيس كل الدول تعترف بالدين، ويعني مستويات عدة نجد أن هناك هو وأنه لم يتحقق حتى 10% مما تضمنه يعني الدساتير الأوروبية. وحتى الاتفاقيات التي وقعت بين الدول الأوروبية أو التي اعترفت بالإسلام تبقى في غالب الأحيان هذه الاتفاقيات حبر على ورق، إلا في بعض الجوانب الطفيفة التي يتم يعني تطبيقها. كما أن الإسلام، وهذا الوضع ربما يعني كان السبب الرئيسي فيه ليس الإسلام أو التشريعات، وإنما غياب الرغبة السياسية لدى الفاعل السياسي يعني هذه الغياب. هذه الرغبة كانت بدعوة الخوف من الإسلام وعدم معرفة الإسلام، وربما الإسلام سيثير الرأي، فكثير ما تجد رئيس بلدية يقبل من الناحية العامة المبدئية ببناء مسجد ولكن ليس قريب من بلديته، وكثير ما تجد الرأي العام يعني لا يعترض من الناحية المبدئية على بناء المسجد ولكن ليس في حيه. إذن هذه الرغبة السياسية كانت نتيجة لضغط رأي عام ربما يجهل الإسلام وربما لا يعرف يعني هذا الوفيد الجديد. من الناحية أخرى أن الإسلام أيضا الذي لم يكن يعرف تجربة العيش في مجتمعات وهو أقلية، لأن له تجربة تاريخية للعيش في مجتمعات وهو أغلبية اللي هو العالم الإسلامي، ولم يخذ تجربة العيش في بلدان هو فيها أقلية وبلدان تتسم بسمات لم يعرفها الإسلام في بلدانه الأصلية، لأن بلدان يعني تتسم بالديمقراطية بحقوق الإنسان بمساواة بين الرجل والمرأة بالحريات بمفهومها الشامل ومنها الحريات الدينية العلمانية بالفصل بين الدين والدولة. هذه تجربة جديدة. عندما نبحث في نصوص الإسلام لا نجد فيها أيضا ما يتعارض مع هذه المبادئ الكونية التي تعيش وفقها المجتمعات الأوروبية. الإسلام لا يتعارض لا مع الديمقراطية ولا مع العلمانية ولا مع حقوق المرأة ولا مع بين المساواة ولا مع حرية المعتقد ولا حقوق الإنسان. ولكن أيضا نجد هناك هوة شاسعة تفصل الإسلام على مبادئه الكبرى التي كما قلت ليس فيه تعارض مع المبادئ الأساسية للمجتمعات الأوروبية، وعلى الاندماج في تلك المجتمعات. ليس هناك اندماج يعني حقيقي كامل في المجتمعات الأوروبية. المسلمون يعيشون على هوامش هذه المجتمعات، وربما يعني حتى مطالبهم تتعارض في بعض الأحيان مع هذه المبادئ الكبرى التي ذكرناها. والسبب في ذلك يعود أساساً لغياب نخبة دينية لها الكفاءة والقدرة على إحداث هذا النوع من التأقلم وهذا النوع من يعني المواءمة بين المبادئ الكبرى للإسلام
يعني ما الأسئلة الجديدة التي تطرح في هذه المجتمعات التي أصبح الإسلام جزء منها. إذن لاحظنا أن غياب رغبة سياسية تمنع الإسلام من الحصول على حقوقه، ولاحظنا أن غياب نخبة دينية قادرة على إبداع أجوبة جديدة، أجوبة للأسئلة الجديدة المطروحة في المجتمعات الأوروبية، يعني أدى إلى أصبح الإسلام يعرف نوع من التكلس، يعرف نوع من الجمود، يعرف نوع من النفور، أو يحدث نفور يعني بينه وبين المجتمعات التي أصبح جزء منها. وهذا الكلام لا يعني التعميم بصفة عامة، ولا يعني التبخيص يعني من المجهودات التي تقوم هنا وهناك، ولكن نتحدث عن الحالة العامة. إذن الإسلام ربما مدعو للمساهمة يعني بمعية المجتمع في إيجاد نخبة علمية قادرة على إحداث يعني عن طريق ممارسة يعني جهد أو الاجتهاد أو الجهد النظري، يعني النظر والفكر، من أجل يعني استنباط يعني أحكام يعني تستطيع أن تكون يعني متوافقة ومتواسقة مع ما نعيشه في المجتمعات الغربية. وهذا ليس يعني بأمر كما قلت صعب، لأن الإسلام عبر تاريخه يعني خاصة مما ورد في الكتاب أنه كان دائما يستطيع أن يحدث تأقلمات. وهنا في الكتاب تحدث عن قضية أحد كبار علماء الذين عاشوا في صقلية اسمه أبو عبد الله المازري، عندما سأله، لأن المسلمون كانوا يعيشون في صقلية، وعندما انحصر الحكم الإسلامي على صقلية وأصبح يحكمها النورمان، سأله المسلمون عن قبول حكم قاضي، يعني حكم قاضي عينه حاكم غير مسلم، وأبو عبد الله المازري أفتى بجواز قبول حكم قاضي عينه حاكم غير مسلم. إذن أجاب عن هذا السؤال. بطبيعة الحال مجموعة يعني في الفقه المالكي الأندلسي التي كانت فيها مجموعة من الإجابات، ربما في بعض الأحيان يتساءل مع نفسه أنها متقدمة، ولو أنها كتبت منذ قرون خلت، ولكنها متقدمة على ما نعيشه نحن اليوم، أو ما يعني نعبر عنه من آراء وأفكار نحن اليوم. مما ربما أذكره أن قضية الزواج المختلط التي صنف فيها أحد كبار علماء المالكية يسمى الإمام سحنون في مدونته الكبرى، يعني أكثر من 50 صفحة مخصص للزواج يعني المختلط، ما ورد في هذه الصفحات يدل يعني ما لا شك فيه أنه متجاوز حتى لنا ونحن نعيش في 21. كل الأسئلة التي تطرح اليوم في أوروبا حول هل سنذهب إلى الكنيسة، هل سنسمي الأطفال بأسماء أوروبية، هل سنجعل يعني من شجرة يعني عيد الميلاد في البيت، كل هذه الأسئلة أجيب عنها يعني بشكل سلس وبشكل عقلي ومنطقي يسهل عملية التعايش، عملية التساكن، عملية التجاور الديني. يعني كانت هناك أريحية كبيرة بالتعامل مع هذه القضايا، ولم يتعامل معها يعني انطلاقا من مواقف متعصبة تحدث تشنجات. فيما يتعلق يعني بالأماكن العبادة بصفة عامة، وأفردت لها باب صغير أيضا، أماكن العبادة في الإسلام يعني سواء كانت مسيحية أو يهودية أو إسلامية لها نفس القداسة. فبطبيعة الحال المسلم لا يستطيع أن يعتدي على مكان عبادة غير المسلمين، لأنها تعتبر احترامها يعتبر جزء من تدينه. وكذلك على رجال الدين، ويعني تطرقت إلى نقطة حول رجال الدين، احترامهم واجب، الاعتداء عليهم، فما بالك بقتل قسيس في داخل كنيسة؟ بماذا يمكن أن يبرر هذا الفعل إلا بأنه فعل إرهابي وفعل إجرامي
ومن قانب به ليس من المسلمين. لهذا يعني أسرد خطاب يعني جلالة الملك يعني في غشت 2016 عندما قال بأن مرتكب هذه الأعمال الإرهابية ليسوا بمسلمين ومكانهم في النار لأنهم ينتحلون ويكذبون على الإسلام. أماكن العبادة هناك يعني نقطة هي يعني كلها بدون استثناء يعني تستفيد من نفس القداسة. نحن في المغرب هناك ضهائر سلطانية كانت توجه للشرفاء من المسلمين، كما أنه كانت هناك ضهائر سلطانية توجه للشرفاء من اليهود، وفي آخر هذه الضهائر يقول الظهير وتجب لهم من الاحترام ما يجب لغيرهم من المسلمين، يعني نفس احترام الشرفاء من المسلمين يجب أن نقوم بمثله يعني فيما يتعلق باحترام الشرفاء اليهود. أدخل يعني وفصلت لنا حول قضية اليهود المغاربة أننا في المغرب لدينا أكثر من 600 ولي صالح، يعني الأولياء الموجودون يعني في كوم التراب المغربي هناك أكثر من 600، وضمن هذه 600 هناك على الأقل 150 ولي مشترك بين المسلمين واليهود. هناك من الصالحين اليهود من يقوم المسلمين بتقديسهم واحترامهم، وهناك من يعني الصلحاء من المسلمين من يقوم أيضا اليهود بتقديسهم واحترامهم. 126 ولي صالح مشترك بين المسلمين واليهود، جزء منهم من اليهود ولكن جزء آخر من المسلمين. إن دل هذا على شيء فإنه يدل على أن المسلمين في عامتهم كانوا دائما يحترمون الصلاح، يحترمون يعني الإنسان التقي، يحترمون الإنسان يعني الذي لديه أخلاق، يحترمون يعني الإنسان الذي يقوم بالإحسان إلى الناس مهما كانت ديانته ومهما كانت انتماءاته. وأيضا في الكتاب أذكر يعني خطبة يعني لأبو بكر الصديق عندما خطب على جنوده وهم متوجهون إلى الحرب، فنهاهم عن التعرض لراهب في كنيسته. فتصوروا معي أنه ينهى عن التعرض لراهب في كنيسته والناس ذاهبة إلى الحرب، فما بالك في أيام السلم وأن نتعرض لراهب في كنيسته؟ فكيف يمكن أن نربط هذا الحدث بالإسلام؟ والإسلام نصوصا قرآنية ونصوصا نبوية وسيرة نبوية ومعيش تاريخي كلها تدل على أن هذا الأمر ليس من الإسلام، كما أن الأديان لها مكانة خاصة، لأن القرآن يعني في عموم آياته، لأن نحن عندما نقرأ القرآن نقرأه بشموليته لا نجزئه من أجل فهمه ولا من أجل استنباط أحكامه، وإنما نقرأه في شموليته. في شموليته يدعون إلى احترام الآخرين، في شموليته يدعون إلى يعني التعاون معهم على الخير، في شموليته يدعون إلى التساكن معهم والتجاور، في شموليته يدعون يعني إلى الأخذ بيدهم. آيات كثيرة يعني سردت في هذا الكتاب، وكذلك أحاديث يعني في يعني يعني في نقول أنا الفصول الأربعة الأولى لهذا الكتاب تتعرض يعني بالتفصيل لهذه القضايا يعني معتمدة على الآيات والأحاديث، لأن الإسلام لا ينهانا أن نتعامل بالحسنى عمن يختلف معنا في العقيدة والدين، بل العكس دعانا إلى التعاون معهم، دعانا أن حتى لممارسة الجدال، والجدال هو نوع من التناظر والمناظرة ولكنه في إطار من الاحترام وبالتي هي أحسن. حتى الجدال الذي هو تناظر من أجل يعني إفحام الآخر بالحجج طلب من الإسلام أن نقوم به بالتي هي أحسن، فما بالك بالعيش العادي أو الكلام العادي أو التعامل العادي؟ إذا كان تناظر من أجل المحاججة ومن أجل إثبات يعني الرأي الذي أنتمي إليه، فإني مطلوب مني كمسلم
أن أقوم به يعني بالحسن أو بالإحسان. فكيف يعني في الحياة العادية، في التعامل العادي، في التعامل في الأيام العادية، في النقاشات العادية، في 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 ما يتعلق يعني بالحياة اليومية. إذن لا يمكن العدوانية اللفظية الموجودة في بعض المنابر الإعلامية أو التي ينطق منها حتى بعض يعني ممن ينصبون أنفسهم أئمة عن المسلمين في مساجدهم، الخطابات الكراهية لا يمكن أن تبرر إطلاقا بالإسلام، لأن الإسلام ينهى عنها ويرفضها ويمقتها. فكيف يمكن لأحد أن يدعي أنه مسلم ويسب الآخرين أو يلعن الآخرين؟ في الأسبوع الماضي كنت بباريس وقمت بمحاضرة أمام الأئمة. أنا لست بإمام ولا بعالم دين، فقلت لهم سؤال أردت فقط يعني أن أستفز العقول. قلت: هل نحن المسلمين نعيش حالة إفلاس، حالة إفلاس ديني؟ معتمدا على حديث ورد في سيرة النبي، يقول يسأل النبي أصحابه: من المفلس؟ من المفلس؟ قالوا بطريقة عفوية عقلانية: المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، المفلس من يأتي يوم القيامة بالصلاة والزكاة والصوم ولكنه سب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وظلم هذا، فيؤخذ من حسناته وتضع في حسناتهم حتى يرمى به في نار جهنم. فقلت: إذا كانت الأخلاق والمعاملات تكون سببا في إفلاس المسلم حتى في يوم القيامة، فكيف لا نقول أننا لا نعيش حالة إفلاس في هذه حياة الدنيا نظرا لهذه الممارسات الآن الطاغية التي فيها سب وفيها قذف وفيها شتم للناس؟ إذن الإسلام لا يقر بهذا، ستؤدي بالمسلم إلى حالة إفلاس في يوم القيامة، فكيف به في الدنيا؟ وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدين المعاملة. كل الأفعال التي يقوم بها الإنسان يعني في دين الإسلام التي هي مرتبطة في علاقته بالله، فهي مرتبطة بعلاقته بالله، ويمكن لله لأنه الله كبير ممكن أن يتجاوزها ويغفرها، إلا ما تعلق بالمعاملات بين الناس. والمعاملات لا يختلف فيها المسلم وغير المسلم، وفي هذا الكتاب مجموعة من النماذج التي يعني يدعو الإسلام إلى إنصاف غير المسلمين عندما يتعرضون للظلم أو عندما يتعرضون للإساءة، لأن هي مبادئ عام، مبادئ أساسية أصلية لا تفرق بين المسلم وغير المسلم. ليس من الإسلام من يقول أننا كمسلمين ممكن أن نظلم غير المسلمين أو أن نشتمهم أو نسبهم، ليس هذا من الإسلام أصلا أساسا، لأن الظلم محرم يعني ممارسته ضد أي إنسان كان. ولهذا يعني في مجموعة من الأمثلة التي سردتها انطلاقا من يعني قصة السيد عمر رضي الله تعالى عنه عندما يعني عنف عمرو بن العاص، عندما ضرب يعني شاب قبطي مسيحي في سباق مع ابنه، فقال: ما تستعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. إذن هذا أمر مهم جدا أن نقف عنده، أن الإسلام أو المسلم لا يمكن أن يسيء إلى غير المسلمين أبدا، إن إساءته إليهم هي إساءة لنفسه وإساءة لدينه وإساءة للإنسانية. إن أنا عندما عنونت هذا الكتاب الإسلامي والمشترك الإنساني كنت أعي ما أقصد، أقصد أن كل الأفعال الخيرة التي يقوم بها الإنسان فهي تدخل في دائرة الإسلام، وكل ما هو متوفر يعني في الإسلام من مبادئ فهي لصالح الإنسان. نحن
يعني في مدرستنا المالكية نقول حيثما كانت هناك مصلحة الإنسان فثمة مصلحة الدين، الدين يتماشى ويتوافق مع مصلحة الإنسان ولا يتعارض معها أصلا، لأن الله سبحانه وتعالى خلقنا، يعني الأصل إذا تحدثنا في يعني في أحد الفصول على الاستخلاف في الأرض، الاستخلاف ليس السيطرة أو العدوان أو التسلط أو الاستبداد، الاستخلاف هو ما يمكن أن نقدمه من خير للناس. هناك حديث للنبي يقول فيه إذا قامت الساعة على أحدكم وفي يده فصيلة يعني نبتة في يعني يغرسها. من الناحية العقلية المنطقية لا أحد منا، لا أحد من بني البشر من الإنسان وأن تقوم القيامة وما زال يستمر في الغرس، لا، ولكن أنا أعتقد أن هذا الحديث كان يعني فيه توجيه لنا نحن في حياتنا، مهما كثرت الصعاب، مهما كانت المشاكل، مهما كانت كذا، فلا بد من الغرس الجميل، أن نسارع إلى الغرس الجميل بمعنى أن فعل الخير وأن نحسن للناس. يعني إذا عدت لوثيقة المدينة، أول حديث نطق به الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أتى إلى المدينة قال أفشوا السلام وأطعموا الطعام. إفشاء السلام ليس إلقاء التحية، وإنما أن نجعل الناس تعيش في طمأنينة، أن نجعل الناس تعيش في أمان، أن نجعل الناس تعيش في سلم وسلام، هذا هو أفشوا السلام، إفشاء السلام بين الناس، أن لا يخاف أحد على نفسه. ومما قلته يعني الأسبوع الماضي للأئمة، وأنا قبل 10 أيام كنت ببروكسل وتعشيت وتناولت طعام العشاء في مطعم، وكانت سيدة مسنة بجانبنا، وإذا ألاحظها متوجسة منا خائفة لدرجة أن وضعت يديها على حقيبتها، فاستغربت للأمر مع أنني يعني شخص يعني من ناحية اللباس والمظهر وكذا لا أظهر من الناس اللي يعتدوا على الناس، ولكنها كانت خائفة متوجسة ولم ترتاح إلى أن غيرت المكان. فعلا طرحت سؤال على نفسي، هل وصلنا إلى هذه الدرجة يخاف الإنسان أن يجلس أمامك؟ لا يمكن أن نحمل هذه السلوكيات فقط لفكر يعني التعصب أو العنصرية، من السهل أن أقول أن هذه الإنسانة عنصرية، هذا أمر سهل يريحني من البحث عن مسؤولية أنا، أو يريحني نفسيا ويحصل نوع من الإطمئنان على ما أقوم به أو عن نفسي. ولكن أنا أقول مثل هذه التصرفات لابد أن تدفعنا إلى طرح الأسئلة على أنفسنا، لماذا خافت مني هذه السيدة؟ لا شك أن هناك عوامل متعددة، ليس المسلمين مسؤولين عنها بالدرجة الأولى، لا هم مسؤولية ولكن ليست مسؤولية مطلقة. ولهذا أنا أدعو في هذا الكتاب إلى نوم من أجل مواجهة فكر التطرف، ومن أجل مواجهة فكر يعني الراديكالية، ومن أجل مواجهة فكر الإرهاب، ومن أجل مواجهة أيضا العنصرية والإسلاموفوبيا والخوف من الآخر، أن نتبنى مقاربة تعتمد على المسؤولية المشتركة بيننا جميعا، لأن لا أحد يمكن أن يقول أن المسؤولية فقط تقع عن هذه السيدة، لا يمكنني أن أقول أن المسؤولية خوف هذه السيدة يقع عليها فقط وأنا بريء منها، كما أنها ربما لا يمكن أن تقول أن خوفي فقط نظرا لوجود هذا المسلم، لا، هناك مسؤولية مشتركة نتحمله جميعا، ومواجهة يعني هذه الظواهر السلبية داخل مجتمعاتنا يجب أن يكون كما قلت على مقاربة المسؤولية المشتركة، المسؤولية المشتركة أن كل واحد منا يجب أن يقوم بالتنظيف أمام بيت منزله. كمسلمين لابد أن نعيد النظر في مجموعة من المقولات التي نعتبرها يعني من الدين وهي ليست من الدين، لأن في ممارستنا الدينية وقع هناك خلط
بين ما هو ثقافي وبين ما هو ديني. فكثير من القضايا التي تحدث انزعاجات لدى المجتمعات الغربية إما أنها لا تمت إلى الإسلام بصلة، أو أن موقعها من الدين موقع بسيط جدا، فهي إما أمور ثقافية وأمور يعني مرتبطة بالعادات والتقاليد لبلداننا الأصلية وأتينا بها وهي ليست من الدين. أما الدين فأركان الإسلام الخمس التي هي من الشهادة والنية والصلاة والصوم والزكاة والحج، لا أحد في الغرب يمنعنا من ذلك، وليس هناك يعني مضايقات، يعني هناك بعض أنا نقول الإخلال، ولكن ليست هناك مضايقات من أجل ممارستها. ولكن الفضاء العام، الفضاء العام لابد أن نشتغل فيه على المشترك، ولا يمكن لأحد منا أن يقتحمه أو أن يقوم ب يعني محاولة يعني التواجد فيه بمفرده. المجتمعات الغربية قطعت أشواط في علاقتها مع الدين، ومجتمعات كثيرة أدت يعني فاتورة ثقيلة. يعني هناك تعلمون جميعا أن بعد ظهور البروتستانتية وقعت حروب كثيرة في أوروبا، منها حروب 100 عام، حروب 30 سنة، حروب 7 سنين في فرنسا. يعني هناك دماء يعني كثيرة جدا سالت. كنا نتحدث قبل أمس مع هولنديين أن هولندا عرفت يعني أكبر المجازر. كانت هناك محاكم التفتيش من الكاثوليك البروتستانت، كما كانت يعني محاكم التفتيش في إسبانيا أيضا ضد اليهود وضد المسلمين. إذن هذه أمور تاريخية، ولكنها تؤثر عن واقعنا، تؤثر على واقعنا ما دام لم نفهم أسبابها، لأن فهم الأسباب هو الذي يمكننا من تجاوزها، ولكن بدون أن نسعى إلى تحميل المسؤولية لطرف واحد. ننطلق كما قلت من المبدأ المسؤولية المشتركة. المجتمعات الغربية أيضا لابد أن تعيد النظرة يعني النظر في علاقتها مع الإسلام، لأن كثير من العلاقات تتسم بالتوتر والتشنج، لأن الغربي ينطلق في قراءته للإسلام من خلفياته التاريخية الذهنية، من ما يعرفه هو من معتقدات، يقرأ الإسلام بالمسيحية، فبطبيعة الحال سيصل إلى نتائج عكسية. لا يمكن أن ننظر إلى تنظيم الإسلام كما هو موجود في الكاثوليكية، تنظيم هرمي. لا يمكن مثلا أن نتحدث عن فصل الدين بالدولة في التاريخ الأوروبي والمسيحي كما هو كان في التاريخ الإسلامي. ربما هذا من بين النقط التي تحدث عنها، أن علاقة الدين بالسياسة ليست متشابهة بين العالم الإسلامي أو التاريخ الإسلامي والتاريخ الأوروبي. في التاريخ الأوروبي كانت الكنيسة مستبدة بالسلطة، يعني السلطة الروحية مستبدة بالسلطة الزمنية. في العالم الإسلامي كانت السلطة الزمنية هي المستبدة بالسلطة الروحية، العكس تماما. كان الفقيه هو الذي يعني يمتحن، كان هو الذي عرف، عاش محنات كبيرة، وكثير من أقطاب يعني المدارس الفقهية عاشوا محن، لأن كانت السلطة الزمنية هي المستبدة بالسلطة الدينية الروحية. عكس في الغرب أن السلطة الروحية هي التي كانت مستبدة بالسلطة الزمنية، فهذا فرق. فلا يمكن أن ننطلق في تعاملنا مع الإسلام من هذا النموذج. يعني ربما أتحدث مع مؤرخين أقول أنا أن ليس هناك نموذج في التاريخ الإنساني، وإنما هي تجارب إنسانية، تجارب متعددة، تجارب متنوعة. ولا بد أن نقبل اليوم كمؤرخين أن نعيد النظر في التقسيمات التاريخية، قديم الوسيط الحديث كذا، بالنسبة لماذا عصر الأنوار، بالنسبة لماذا. وأنتم تعيشون في إسبانيا ويعني قريبين من الأندلس وإلى آخره إلى آخره. إذن لابد أن نعيد النظر
يعني في هذه القضايا حتى نستطيع أن نعبد الطريق يعني للوصول إلى حلول لهذه المآسي التي نعيش فيها جميعا. إذن المقاربة يعني ملك المغرب في هذا الخطاب يعني 2016 دعا إلى جبهة عالمية للأديان، لأن كل الأديان مطلوب منها أن تقوم يعني بالاشتغال يد في يد من أجل محاربة هذه النعرات يعني المتطرفة والعنصرية والكراهية، وكل الثقافات أيضا مطلوب منها أن تشتغل يد في يد من أجل يعني وضع حد لهذه الممارسات العنيفة. أختم ربما أذكر بأشياء تاريخية مدام معنا ناس يشتغلون بالتاريخ، أن الإرهاب كما نتحدث عنه اليوم في أوروبا ليس من سمات الإسلام، وإن كان من يقوم به ينسبون إن أنفسهم إلى الإسلام. في المجتمعات الغربية وأخص بالذكر القرن العشرين عرف حركات إرهابية متعددة، أنتم في إسبانيا تعرفون حركة إيتا، في إيطاليا يعرفون حركة الألوية الحمراء، في ألمانيا حركة بدر مينهوف، في فرنسا الفوضويون يعني المعروف لاكسيون ديريكت، في يعني إنجلترا يعني كانت هناك منظمة أيضا ليرا إلى آخره. في مجموعة من البلدان يعني أذكر أن في القرن العشرين اغتيل 2 من رؤساء الدولة الفرنسية، 2 من طرف الفوضويين والأكسيون ديريكت، 2 من الرؤساء اغتيلوا في فرنسا في القرن العشرين، يعني واحد يعني في الثلاثينات واحد في يعني بداية القرن. إذن هذه القضايا الإرهابية كانت دائما موجودة، تغير الاسم، تغير اسم الذي يقوم بهذه العمليات الذي أصبح اليوم يسمى محمد ومصطفى وصالح وأحمد وغير ذلك من الأمور، وينسب نفسه إلى دين معين. فلا يمكن أن يعني ننسب أو نقوم باتهام كل من ينتمي إلى هذا الدين أو هذا الدين نفسه بأنه إرهاب أو دين الإرهاب. الإسلام كما قلت دين سلم وسلام، أثبته عبر تجربته التاريخية التي دونت يعني جزء أو ندر يسير منها في هذا الكتاب، أنه دين تسامح، دين تعايش، دين يعني حتى من يتحدثون عنه ويظنون أنه يغترفون منه يعني فكر السلفي ابن تيمية معروف الآن كل الناس يربطون به، فأنا وجدت عنده رسالة تسمى الرسالة القبرصية، بعثها إلى ملك قبرص يطلب منه إطلاق أسرى المسلمين الذي أخذهم ملك قبرص عندما هاجم على شواطئ المسلمين. وفي هذه الرسالة موجودة يطلب منه شيئين، يتحدث في مقدمة الرسالة عن المسيحية، المسيحية والحب الموجود فيها، المسيحية واحترامها للعهود، المسيحية وتعاملها الحسن مع الناس، فيتحدث وكأنه أحد علماء المسيحية. وفي منتصف الرسالة يطالبه ويطلب منه إطلاق سراح الأسرى، ولكنه يقول له إطلاق سراح الأسرى من اليهود قبل المسلمين، لأن اليهود يعتبرون أهل ذمتنا، نحن مسؤولون عنهم. أختم بأهل الذمة، لأن كثير من اللغط في كتب التاريخ التي تتحدث عن الذمة بأنه يعني وضع لمواطن من الدرجة الثانية في الحضارة الإسلامية. أقول أن مصطلح الذمة ليس مصطلح ديني، مصطلح قانوني. عندما نقول اليوم في الدول الديمقراطية الدول الغربية المهاجرين السريين، هل هذا يعني أن نقوم بفصل بين مواطنين يعيشون؟ عندما نقول المقيم وليس المواطن، عندما نقول المهاجر الغير الشرعي، فهل هذا يعني أن هناك يعني فصل عنصري بين ناس يعيشون فوق تراب معين، أم هي تقسيمات قانونية؟ هي تقسيمات قانونية بدون شك. فهذا أيضا مصطلح الذمة كان تقسيما قانونيا خضع لحيثيات تاريخية، لأن لا يمكن أن نفهم حدث تاريخي إلا بوضعه في سياقه العام.
وضعه في سياقه العام عندما كان يطالب يعني من المسلمين بالقيام بجهد حربي يعفي منه غير المسلمين، لأن لا يمكن أن تطالب بأحد أن يقوم بحرب ضد أهل عقيدته، لأن الحروب آنذاك كانت على هذا الأساس، ليس الإسلام، كانت هكذا. فكان يعفى من الانخراط في المجهود الحربي مقابل أداء قيمة معينة تسمى بالجزية، ولكنها ليست قضية دينية بالدرجة الأولى، قضية قانونية. لأن نحن نعلم كما قلت لكم مثلا في تاريخ المغرب مثلا أن ولا في تاريخ الدولة العثمانية، يعني في تاريخ كل الممالك الإسلامية، أنا ذكرت جزء منها، أن هناك كثير من اليهود الذين وصلوا إلى مقامات الدولة العثمانية، الصدر الأعظم بمعنى المعاصر، أن رئيس الحكومة أو الوزير الأول. وفي الدولة المغربية ليس اليوم ولكن القديمة أيضا، اليهود دائما كانوا احتلوا مناصب مهمة جدا وكانوا يعتبرون مواطنين، لدرجة أن محمد الخامس رحمه الله عندما أتت حكومة فيشي النازية المتحالفة مع النازية تطالب به اليهود، قال أنا ليس عندي يهود ولكن عندي مواطنون مغاربة، فرفض تسليم اليهود له لأنه يعتبرهم مواطنون مغاربة. ولعب عميد مسجد باريس الذي عين بظهير ملكي في 1929 دور أساسي في حماية اليهود في باريس، لدرجة أن كان يسلم لهم شهادات الإسلام، كان يسلم لليهود شهادات الإسلام من أجل حمايتهم يعني من الذهاب ضحية النازية التي كانت تتابعهم وتترصدهم، فكان يسلم لهم شهادات الإسلام. فإذا كان بعد هذا يعني ما قلنا نقول أن الإسلام يرتبط بالإرهاب أو المسلمين يرتبطون بالإرهاب، فأعتقد هذا الكتيب يعني كما قلت فيه مادة بيداغوجية تفند هذه الإدعاءات، لا من طرف المسلمين الذين يحاولون توظيف الإسلام من أجل إحداث العدوان، ولا من طرف من يحاولون أن يرموا الإسلام يعني بالباطل، إن هذا موجه إلى طائفتين معينتين متميزتين بالتطرف. وما أقوله أن كمجتمع كمؤمنين حتى من غير المؤمنين، لأن احنا لا يمكن أن نجبر كل الناس أن يكونوا ضمن المؤمنين، كل له خياراته، ولكن علينا يعني واجب العمل بصفة مشتركة في إطار من الاحترام المتبادل من أجل يعني بناء يعني مجتمع إنساني ينتفي فيه الظلم وينتفي فيه العدوان يعني وينتفي فيه الكراهية. وبطبيعة الحال على مستوى الأفراد وعلى مستوى المجتمعات، ولكن أيضا على مستوى الدول، إن حتى في بعض الدول تمارس نوع من العدوان، تمارس تطرف، تمارس الكراهية، تمارس يعني سلوكات إقصائية، سلوكات تسلطية حتى الدول. فلا بد يعني أن يعني الدول أيضا الكبرى القوى العظمى لا بد أن تراجع كثيرا من مواقفها التي تتسبب يعني في إحداث يعني ربما ردود أفعال لدى مجموعة من الناس. مما أذكره كتاب رودريغو دوزاياس يعني أستاذ تاريخ في هنا بإسبانيا، الذي كتب على الموريسكيين، كتب باللغة الفرنسية، فكتب لوغاسيزم ديتا لموريسك لوغاسيزم ديتا. إذن الدولة أيضا كما كانت في التاريخ تصدر منها العنصرية، أيضا اليوم مجموعة من الدول يجب أن تراجع سلوكياتها. لا يمكن أن نتعامل مع الشعوب سواء من منطق الفوضى الخلاقة أو من منطق يعني إحداث تغييرات ديمقراطية أو لابد أن نترك للشعوب أن تقوم باختياراتها بنفسها مستقلة بما يتوافق مع خصوصيتها. وأستسمحكم عذرا على الإطالة وشكرا على الاستماع.
Muchas gracias, señor Boussouf, por esta presentación que nos ha hecho del contenido de su libro. Están claros, tan concisos, que seguro que están también presentados en el libro. Bueno, sin duda, desde Casa Árabe trabajamos también para combatir la islamofobia y este libro que hemos podido publicar hoy es también un gran ejemplo de cómo trabajar para هو تجربة من تجارب الفصل بين الإسلام والعنف كصورة مكتسبة عند الناس. أعتقد أن العمل لدينا في البيت العربي في إطار مشابهة فوبيا أو رهاب الإسلام، وهذا بالنسبة لنا. Boussouf, nos quedamos con este جزيلاً للسيد بوسوف نشكره على هذه المداخلة القيمة وأيضا على هذه النهاية التي اختتمها عندما دعا إلى المسؤولية المشتركة والتي واجبنا جميعا نشكركم جميعا على حضوركم ونشكر حضور السيد قنصل المملكة المغربية وكذلك بعض الأشخاص المسؤولين وبقية الحضور شكرا جزيلا لكم